المعارك الأوسع والقتال الأعنف خلال الأشهر الأخيرة في العاصمة الخرطوم، هجوم متزامن للجيش السوداني تحت غطاء الطيران الحربي على استحكامات قوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان وبحري. تنقل وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري إن الجيش حقق تقدما ميدانيا وأخذ مواقعه على جسرين رئيسيين في العاصمة. المعلومات تشير إلى معارك تدور في حي المجرن في الخرطوم والمطل على جسري النيل الأبيض والفتحاب الرابطين بين أم درمان والخرطوم. منذ سنة لم يصل الجيش إلى هذه المنطقة، لكن قوات الدعم السريع تقول إنها صدت الهجوم بين أم درمان وبحري وعلى جسر الحلفاية. يؤكد الجيش السوداني انتشار قواته داخل مدينة بحري إلى أحياء الحلفاية بعد عبوره من أم درمان في الجهة الغربية للنيل. منطقة سلاح الإشارة في بحري واصل الجيش احتفاظه بها وتحريكها في بحري مع القوات القادمة من أم درمان، مؤشر لتغيير عملياتي مهم وكبير في حال استمرت السيطرة على الجسور.